شوف كده هنا، اظن انت هتعرف دي الزغاليل. بسم الله ما شاء الله، لو شفت الحجم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهنا امهم راقد اهوت على بيضة. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم، ازيكم، وحشونا، عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. ده القصة اهو رقم 18، يومها اللي كان معاه الزغاليل. الزغاليل كبرت اهي ما شاء الله، ما شاء الله تأكلهم محترم اهو. لو شفت كده هي نفس السلكة من الخشبة اللي هي في الظهر دي. الزغاليل ما شاء الله كبرت، بسم الله ما شاء الله، حاجة محترمة. وده القص رقم 10 استاذي اهو، زي ما انت اخترته بالظبط اهو. شكل السلكة لو شفتها في الفيديو اللي فات هو نفس السلكة اهو، برضو رائد اهو زي ما احنا شفنا في الفيديو اللي فات. هذا شكل السلكة بالكامل اهو، سلكة كبيرة كده ما شاء الله. ده رقم 9 موجود اهو استاذي، زي ما انت قلت لي انا مش لاقي 7 اهو. بسم الله ما شاء الله. تمام كده، نفس السلاكة اهو اللي انا طبعا انا شفت الفيديو الاصلي وقارنت بالفيديو ده، قارنته بالسلاكة، بقالي ساعة ببص عشان افتكر اهو. المجموعة اللي جاية المشتري اخر غير المشتري الاولاني. طبعا المشتري شاف الحمام هو اختار بنفسه، لكنه ما اختارش القص ده، اللي بيختار حاجة بنعتها له، ما بنتأخرش عن حد في حاجة. فانا عايز اشحن لك دلوقتي قبل الصلاة يلحقوا يجوا لك. بص كده، ده محصي الحصوة دي امبارح، فاحتمال الحصوة التانية تكون بكرة، ربنا ييسر ان شاء الله. لو عجبك اشحنه لك. اهو ده اول قص ده استاذي، رقم 2 اهو. الزغاليل طبعا فات عليها كام يوم من يوم ما انا صورت الفيديو الاولاني اهو. الزغلولين اهو ما شاء الله. هوري لك القص بقى رقم 4، ده القص التاني اهو استاذي اهو، وبضم البيضه التانيه اهو ما شاء الله. السلام عليكم، ازيك يا حبيبي. ده القص اللي قلت لك، القص الاولاني اهو ما شاء الله. بيحضر هنا العش اهو، وهنا اهو معاه الزغاليل اهو ما شاء الله، لسه عمرها صغير زي ما انت شايف ما شاء الله. الحصله مأكلين ولادهم ما شاء الله، الزغلول اهو واضح. ده مش هلبسه لك دبل، ده هخليه لك من غير دبل كده، او مش هعلمه باي علامه. تمام، يبقى تعرف ده ان هو ايه، مفيش معاه علامه. القص التاني ده في رجليه دبل، زي ما حضرتك شايف هتلاقي الذكر في رجله دبله حمراء والنتايه في رجلها دبله خضراء. تمام، دول محصيين حصوة امبارح، احتمال كبير هيحصوا الحصوة التانية عندك بكرة. تمام اهو. حاجة زي كده يا استاذي اهو، شغال اهو ما شاء الله، بيحضر العش جديد ومعاه زغاليل اهو ما شاء الله. ربنا يبارك لك فيهم ان شاء الله. ده اشتغل حوالي 4 عشوش، يعني لسه شباب، وزغاليله لسه صغيرة. انا ببيع من غير الزغاليل. ده القص اللي هعطيه لك يا استاذ اهو، حصى قرب يفقس بسم الله ما شاء الله اهو، لو بتسأل على البيور يعني. هذا البيور، لو استنيت شوية هتلاقي الذكر والنتاية راقدين مع بعض في الطاجن. ده هو ده من حنية الحمام اللاحم يعني. ده القص ده استاذي اهو،
ده تحته حصى، بسم الله ما شاء الله اهو، ولسه شايل زغاليلهم امبارح كده، اول امبارح يعني. تمام، ده القص بتاعك اهو استاذي، ده الزغاليل بتاعهم، الزغاليلين اللي هم على الشمال دول، والنفارق ده فوق اهو على حصى زي ما قلت لك قبل كده، اشوفهم كده. ما شاء الله البيض فائز تقريبا اهو، يمكن من امبارح اول امبارح، انا ما شفتهمش، انا شفت قشر بس اول مره اشوفهم والله اهو ما شاء الله. هاخد طبعا الزغاليل اللي حاطنها تحت حمام تاني، ويبقى كده القص بتاعك اهو، ربنا يبارك لك فيه ان شاء الله. دي حاجة يا جماعة بسم الله ما شاء الله من مميزات التربية في سلاكة، ان انت هتحضن 3 زغاليل او 4 زغاليل، بسم الله ما شاء الله. شايف جمال الزغاليل ما شاء الله، تبارك الرحمن تبارك الرحمن، ده زغاليل ومعهم كمان التالت جوه اهو، ما شاء الله لا قوة الا بالله، 3 زغاليل ما شاء الله، والاهالي بيضين فوق في الطاجن اللي فوق ده، بقالهم حوالي اسبوع ويمكن اكتر شوية. دي ميزة السلاكة، فهيكونوا مركزين مع الزغاليل ومع البيض بسرعة في الانتاج. الزغاليل البيور يا جماعة، البيور البيور. ينشفهم ويبقاش فيهم دهون ويكون فيهم لحم اكتر شوية. هما ما شاء الله حجم وصحة تمام اهو ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين لسه الزغلول على دماغه الريش. هو ده زغلول من الانتاج ما شاء الله، شايف وقفة الزغلول على دماغه الريش الاصفر لسه اهو ما شاء الله. ده يبين صحة الزغلول يا جماعة، الريش الاصفر ده اللي يبين لك صحة الزغلول، ان الحمام كويس اهو ما شاء الله لا قوة الا بالله. شوف وقفة الزغلول يعني كده هنا، ما شاء الله لا قوة الا بالله.